انا عايز اقول اوريكم بس لقطه هنشوف مع بعض اللحم الخنزيري ده في ايه، ونشوف الناس تسببوا لنفسهم في ايه. هي انفلونزا الخنازير دي نتيجه، يعني دي ثمره لبذره مره زرعها من اكل لحم الخنزير. تعالوا نشوف لحم الخنزير الاول ونشوف هم عملوا ايه في نفسهم. لا اله ادي لحم الخنزير، شوفوا لحم يا سلام جميل ولونه مورد وتمام التمام. ولكن هم لما بياكلوا لحم الخنزير بيشربوا عليه كولا وبيتبسطوا على الاخر. اتفرجوا يا اخواني، الكولا اتحطت على لحم الخنزير بعدها بساعتين اتنين فقط 120 دقيقة، هنلاقي ايه اللي حصل في لحم الخنزير. ادي الكولا اتحطت على لحم الخنزير، وتعالوا نشوف دلوقتي ايه اللي هيطلع من لحم الخنزير. ربنا رب القلوب وهو علام. شوفوا يا اخواني لحم الخنزير اهو، شوفوا ادي طلع منه دود، شوفوا الدود قد ايه، حجمها قد ايه. ادي لحم الخنزير اللي بيهواه الاوروبيين وجابوا نفسهم واذوا نفسهم. لا ده انا شفت الدود قد ايه، لحم الخنزير مليان دود واحده منه. لا طب لما ياكلوه بقى ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف معده واحد بياكل لحم خنزير وعملوا له منظار. تعالوا نشوف اللقطه دي. عفوه خير، ادي الحلق ومدخل والمريء ومدخل المعده، شوفوا كله دود. دي معده واحد بياكل لحم خنزير. عفوه خير وجود، شوفوا شو الدود مالي امعاؤه. سبحان الله العظيم. وبعد كده يبكوا ويقولوا لا ده احنا عايزين نرفع الاستعداد للدرجة السادسة، ومنظمة الصحة العالمية بتحذر، ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية. شفتوا انما بغيكم على